السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك النهاردة استغل سقوط الأهلي امبارح أمام سموحة بهدفين لواحد وبيكسب الإنتاج الحربي 2-0. ثنائية اللاعبين المغربيين أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك عن طريق ضربة جزاء، والهدف الثاني أحرزه حميد أحداث في مجهود فردي للاعب اللي حاول وكافح على الكرة لحد ما سجل أول أهدافه على الزمالك من بعد عودته. المباراة خلصت من بعد الهدفين دول او انتهت بالنسبه لكارتيرون والزمالك من بعد الكرتون دول. علي فتحي النهارده الباك الشمال للانتاج الحربي اهدى للزمالك الهدفين. مش عايز اقول ان اللاعب قاصد، مش عايز اقول ان اللاعب متساهل مع نادي الزمالك، لا، علي فتحي تعرض لاصابه في الزمالك وتعرض لظلم في الزمالك. علي فتحي كان عايز يعمل كل حاجه في الكوره النهارده قدام نادي الزمالك، لكن جت بالعكس. يعني ساعات كده اللاعب بيبقى عايز يموت نفسه في الملعب عشان يثبت ان هو اتظلم وعشان يثبت ان هو ما خدش فرصته والكلام ده كله، ولكن ساعات بتقوم قلبه عكس. النهارده علي فتحي تسبب في ضربه الجزاء، النهارده علي فتحي عمل الاسيست بتاع هدف حميد احداد لما وقف الكره في المنطقه بشكل خاطئ وسجل الهدف الثاني. مش بس كده، في الشوط الثاني كمان اتلعبت له كوره بينيه كان يقدر بكل سهوله يسجلها جون يعملها ثاني بالعرض ويبقى هدف تقليص الفارق لفريقه، لكن ما عرفش يوقف الكره اصلا. في الاخر المباراه انتهت بثنائيه لنادي الزمالك، يعني الزمالك بيستعاد الثقه. مكاسب الزمالك النهارده من المباراه، رغم ان الزمالك ما اداش مباراه قويه ولا عمل مباراه كبيره لا في الشوط الاول اللي سجل فيها هدفين ولا في الشوط الثاني. الا طبعا الشوط الثاني هتقول لي الزمالك ما لعبش بسبب الطرد. طرد الزمالك انطرد منه محمد عبد الغني في بدايه الشوط الثاني. حق عبد الغني كان عنده انذار وتدخل على محمد عبد الغني، ما كانش يقصد الايذاء للاعب الانتاج الحربي، ولكن هو لعب الكوره ورجله جت على وش رجل اللاعب بتاع الانتاج الحربي، فالحكم شاف ان هو كده في تهور في التدخل في الكرة او ضرب من بعد الكرة واداله انذار التاني وطرده، واعتقد ان برضو القرار ده صحيح. فيما بقى يخص حتة طرد لاعب الانتاج الحربي بعد ما خرج محمد طلعت، فهو برضو يستحق الطرد لان اللاعب عمل سلوك مشين بعد انتهاء المباراة بعد ما شاور لاحد اداري نادي الزمالك تقريبا اسامه نبيه، عمل له بنفس الطريقه كده، وبعد كده عمل حركه تانية كلكم حضراتكم شفتها في المباراه وبرده يستحق الطرد. المباراه الزمالك خد منها اللي هو عايزه. الزمالك ما قدمش شوط اول عالمي ولا حاجه، وما قدمش برده شوط تاني. الشوط التاني بعد الطرد اعتمد على المرتدات وان هو يقف ورا يبوظ بس هجمات الانتاج عشان يطلع بالفوز اللي كان مهم جدا في ماتشات كده. ما يبقاش الفريق عايز يعمل كرة كويسة أو شكل كويس أو أداء كويس، لكن يهمه في الوقت ده الثلاث نقط ليس إلا. الزمالك بعد السقوط أمام الأهلي في المباراة اللي فاتت في الدوري كان عايز يستعيد الثقة، كان عايز يستعيد نغمة الانتصارات، كان عايز حاجات كتير أهمها الثلاث نقط دول عشان يفضل الزمالك تاني في المنافسة بعد ما كان الفارق هيقل أو الفارق هيبقى أقل للنادي الأهلي. لو كان الأهلي كسب الماتش اللي فات بتاع سموحة وكسب بقيه ماتشات وكان الاهلي هيبقى فارق بينه وبين الزمالك 6 نقط كاملين وكانت المنافسه هتبقى منعدمه، لكن دلوقتي الاهلي لو كسب كل الماتشات المؤجله والزمالك كسب كل الماتشات المؤجله الفارق هيبقى للنادي الاهلي 3 نقط بس، وهيبقى فيه لسه كلام في الجيم والدوري لسه طويل والزمالك يقدر يعوض والاهلي برضو يقدر ان هو يكمل الدوري بشكل احسن. الاهلي امبارح عمل كل حاجه في الكوره الا ان هو يسجل، الزمالك النهارده ما قدمش شيء كتير في الكوره لكن قدر ان هو يسجل وقدر ان هو يحافظ على تقدمه على الانتاج الحربي اللي فقد كتير من قوته. الانتاج الحربي اخر الدوري، الانتاج الحربي اضعف خط هجوم، الانتاج الحربي تاني اضعف خط دفاع خط هجوم في الدوري واضعف خط دفاع في الدوري. فالانتاج الحربي بيدفع ضريبه اللعيبه اللي ضحى بيها في اول الموسم وطلعت من عنده. هقول لكم بس اللي فاكرهم: عامر حارس كان بينضم للمنتخب المصري ايام ما كان في الانتاج وكان بيقدم مستويات كبيره جدا مع الانتاج، رحل عن الانتاج لسيراميكا كليوباترا. كمان باسم مرسي المهاجم الاول للفريق رحل وراح مصر المقاصه. كمان في مدافع اسمه محمود البدري تقريبا او البدري اللي هو راح سموحه وبيلعب دلوقتي في سموحه، مدافع قوي جدا ومن المدافعين العناصر القويه في الفريق، برضه رحل عن الفريق. ودي اللعيبه اللي انا فاكرها، في لعيبه تانية كمان مشيت عن الفريق وسبب مشيانها نوع من انواع الخلل في الفريق، وكلنا شايفين ده على ارض الواقع. نادي الحربي كان بيقدم مواسم كبيره جدا في المواسم اللي فاتت، لكن السنه دي مش قادر ان هو يعمل حاجه. مكسبين بس في الدوري على المقاولين وتقريبا على الجونه، مكسبين ما يدلوش على شخصيه الانتاج الحربي والصفقات اللي بيجيبوها واللعيبه اللي كانت موجوده عندهم واسم الفريق. لكن هننتظر ان شاء الله مع احمد كشري في الفتره اللي جايه تطور مع الفريق. دي كانت اهم احداث حصلت في مباراه الزمالك. مش هتكلم بقى عن انفراد اشرف بن شرقي الغريب اللي حطها بالعرض او حطها بره بشكل غريب جدا،
وكمان الجزيره اللي انفرد بكره برضه في الشوط الثاني والحارس تالق فيها. دي كانت اغلبيه احداث المباراه. محمد طلعت اللي انطرد برضه حاول كذا مره انه يسجل هدف، وكمان في كوره اخطا فيها دفاع الزمالك باكمله مع حارس مرماه ابو جبل، وكانت الكره في طريقها للمرمى لولا تواجد الوينش اللي غطى على الجميع وشال الكره وخلى مفيش حد هيتكلم عن الخطا اللي حصل ده بسبب ان الكره ما دخلتش جون، اللي هي الكره اللي بعد الهدف الثاني في الشوط الاول كانت هتدخل الانتاج تاني للماتش. دي كانت كل احداث ماتش الزمالك اللي كانت حلقه النهارده. ولو اول مره تتابعني دلوقتي انزل اشترك في القناه، فعل الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدوري المصري بيسخن تاني بعد سقوط الاهلي امبارح، فوز الزمالك النهارده.